مشاهدينا اهلا بحضراتكم. ساعات وتنطلق العمليه الانتخابيه لاستحقاق الدستوري الاهم خلال عام 2024، الانتخابات الرئاسيه المصريه 2024. تصويت للمصريين في الخارج هينطلق ان شاء الله باذن الله بدءا من غدا الجمعه ومستمر لمده 3 ايام ان شاء الله. هيبدا من الساعه 9 صباحا وحتى 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دوله، وده هيكون ان شاء الله هتبدا التصويت في نيوزيلندا اول دوله هيبدا فيها التصويت مساء النهارده لفرق التوقيت، وبينتهي في الساعات الاولى من صباح يوم الاثنين في مدينه لوس انجلوس الامريكيه ولايه كاليفورنيا ايضا لفرق التوقيت. معلومات كتيره هنتكلم عنها عن التصويت للمصريين في الخارج، وهنعرف كل المتعلق بهذه العمليه الانتخابيه للمصريين في الخارج مع زميلي وصديقي الاستاذ زكي القاضي مدير تحرير اليوم السابع. برحب بك يا استاذ زكي. مساء الخير عليك استاذ احمد، مساء الخير على الساده المشاهدين. استاذ زكي، استحقاق دستوري في وقت الحقيقه مهم وفارق من عمر هذا الوطن، الكثير من الاحداث تدور حولنا، لكن هناك هذا الاستحقاق الهام في هذا التوقيت. المصريين بيسألوا في الخارج ليه انزل وشارك، ايه السبب؟ نقول لهم ايه؟ يعني احنا في لحظة اصطفاف وطني حقيقية. لحظة الاصطفاف الوطني الحقيقية دي ليست الاولى في السنوات الاخيرة، احنا من 2011 لحد دلوقتي تقريبا مرينا باكتر من 10 استحقاقات ما بين انتخابات مجلس نواب، مجلس شيوخ، انتخابات رئاسية على يعني عدة مرات. وبالتالي لحظة الاصطفاف الوطني الحقيقية هي اللي بتستدعي من المواطن في اي مكان سواء خارج مصر او داخلها ان هو يتحرك لدعم بلده. انت هنا في تحركك لدعم بلدك او مشاركتك في الانتخابات الرئاسية مش بتتجه لشخص معين ولا نظام معين، انت بتتجه لفكرة ان انت تنتمي لجمهورية مصر العربية. انتمائك لجمهورية مصر العربية احد ادوات ان انت تكون مرتبط بالدولة المصرية، مش ان انت تبعت فلوس تحولات المصريين في الخارج، مش ان انت تشتري وتبيع، لا، الفكره كلها ان انت اللحظات الوطنيه زي دي هي اللي بتشعر فيها بقيمه ان انت مصري، بقيمه ان انت تعيش في جمهوريه مصر العربيه، بقيمه ان انت احد ابناء الدوله المصريه، بقيمه ان صوتك فارق وصوتك امانه، بقيمه ان انت لابد ان احنا عمليه الاتصال الجيلي تمتد، يعني لو في اسر بياخدوا اولادهم فهنا بيبثوا فيهم عمليه المشاركه، الارتباط ما بين المصريين سواء في الداخل والخارج بمصر في اللحظات الكبيره تقاس بمشاركتهم في اللحظات الكبيره، فبالتالي ما فيش احق او اكبر لحظه من فكره ان انت تشارك في الانتخابات الرئاسيه 2024 لما لها من اهميه. احنا النهارده واحنا بنتكلم على قضيه فلسطين، او بنتكلم على قضيه الاقتصاد، او بنتكلم على قضيه اوكرانيا، على السودان، كل القضايا دي لما انت بتتكلم فيها عشان تساعد بلدك، جزء من ان انت تكون صوره بلدك وان انت بلدك دي يبقى عندها قوه القرار وقوه والدفع كمان للقياده السياسيه ان هي تتخذ قرار قوي، ان انت لابد ان انت تكون في صفها. طب انت لما تكون في صف اي حاجه استاذ احمد والساده المشاهدين، يعني في صف اي حاجه؟ يبقى انت لا تكون لديك الاجراءات الحقيقيه اللي بتمارس بها هذه المشاركه فبالتالي اهم اجراء تشارك فيه ان انت تشارك في الاستحقاقات الانتخابيه اللي صوتك فيها دينيا امانه ان انت لابد ان تؤديها، وانسانيا امانه ان انت تؤديها، ومنطقيا باعتبار ان انت انسان متفاعل مع كل ما يخص وطنك. قانونيا فكره حتى طبعا من الدستور والقانون ان انت كبني ادم متفاعل مع اللحظات الوطنيه في بلدك. فان انت لما بتقول انا واقف مع بلدي، انا موجود معاها، انا بدعم القرار القياده السياسيه، انا بدعم هذه القرارات، طب الدعم ده بيتم ازاي؟ بيتم عبر الاجراءات والمشاركه. ادوات الاجراءات والمشاركه ان انت تنزل تشارك بصوتك، تتكلم، تقول بقى ادي صوتي، احنا عندنا 4 مرشحين محددين من الهيئه الوطنيه للانتخابات، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد فريد زهران والسيد عبد الله يمام والسيد حازم عمر، مرشحين منهم 3 مرشحين حزبيين، السيد حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، السيد عبد الله يمام رئيس حزب الوفد، السيد فريد زهران رئيس حزب مصر الديمقراطي، والسيد عبد الفتاح السيسي نازل بصفته مستقل. قدامنا 4 مرشحين وكل واحد منه عنده برنامج انتخابي ولديه تصور في القضايا الوطنيه فيما يخص الاقتصاد، فيما يخص السياسه، فيما يخص الامن، فيما يخص كثير من الاجراءات. فبالتالي احنا امامنا ادوات مختلفة نقدر نعبر عنها ونتكلم بيها ونكون جزء من اجراء وطني سليم. ان هي بس هي دي الفكرة، ان انت لما تكون بني ادم متفاعل مع القضية، اي قضية في العالم، زي ما انت بتقول احنا متفاعل مع غزة، فاحنا بنطالب حضرتك ان انت تدعم غزة، فانت تسأل نفسك هدعم غزة ازاي؟ انت مفروض تروح تتبرع، ده جزء من الاجزاء. ان انت مثلا تكون مشارك في احد المظاهرات المؤيده للقرار السيادي، او ان انت كمان تقدم شكوى في الامم المتحده ضد الاسرائيلي، يعني يبقى عندك
حافظه على فكره ان انت يبقى عندك تصورات وعمانيه على الارض تعمل كده، انت يبقى عندك تصورات وعمانيه ان انا شخص وطني، ان انا شخص مع البلد، ان شخص حاسس بالبلد. بس بالظبط في نفس الوقت البلد دي محدده وانشات وزاره الهجره مثلا على سبيل المثال، وزاره الخارجيه معنيه بالمصيف الخارج، والمصيف الخارج خلال الكام سنه اللي فاتوا كان عندهم دعم كبير وغير مسبوق، اصبح في جاليات معروفه بكل. وهو ده اللي هنتكلم عنه يا استاذ زكي. دايما المصريين في المواقف اللي زي دي بيثبتوا الحقيقه اصطفافهم، وان هم ايد واحده، وان هم شعب واحد، وان هم قد المسؤوليه اللي بتوكل ليهم. خليني اتكلم معاك ان الجاليات المصريه الحقيقه في الوقت ده بيكون عليهم دور كبير وحمل كبير في تسهيل عمليه التصويت لابناء الجاليات في الخارج. ازاي بيسهلوا لهم الدنيا؟ ازاي بيخلوا الدنيا تكون بسيطه وسهله عليهم؟ وزيره الدوله للهجره السفيره سهى الجندي ايضا اعلنت منذ قليل اطلاق غرفه عمليات وزاره الهجره لمتابعه انتخابات المصريين بالخارج، وده الحقيقه شيء ايضا بيسهل العمليه، بيحاول ان هو يقلل اي عقبات بتواجه التصويت. ايضا وزير العمل حسن شحاته وجه مكاتب التمثيل العمالي في الخارج ان هي تكثف جهودها وتواصل دعمها لكل الناخبين في الخارج من اجل تسهيل عمليه التصويت. اذا كل الاجراءات يا استاذ زكي، جاليات، وزارات، مكاتب عمل، بتعمل ان هي تسهل عمليه التصويت لابنائنا في الخارج. ده كمان الهيئه الوطنيه للانتخابات كمان يا استاذ احمد عددت ايام اللي هم الجمعه والسبت والحد اللي هي تعتبر ايام العطله الرسميه في الخارج، ان المصريين ممكن يعني يعتبرها يوم نزهه، ياخد ولاده، ياخد اسرته، ياخد اصدقائه في نفس الحي، ياخد اصدقائه في نفس الولايه او في نفس المحافظه، ويروح للمكان. لان بعض الاشكاليات كان يقول لك ان ممكن يكون المكان بعيد، لكن انت لو اعتبرتها ان هو ده يوم الويك اند بتاعك، جمعه سبت حد، وتبدا تروح وتشارك. فاحنا هنا الدوله المصريه سهلت ليك الاجراءات رقم واحد، رقم اثنين عملت غرفه عمليات. يعني انت حضرتك لا تستغرب ان انت مثلا يكون مواطن من نيوزيلندا اللي هتفتح النهارده الساعه 10 بالليل، ومن وتلاقي وزيره الهجره هي نفسها اللي بتتصل وبتتواصل معاه، بتكلم مواطن في نيوزيلندا، في نيويورك، في واشنطن، في كل في بشكل مباشر، لان هنا مهتمين احنا بكل فرد وبكل مواطن مصري، لان اعتبار ان الصوت امانه والصوت حق. هو مش الصوت امانه على المصريين في الخارج بس، لا الصوت امانه على المسؤول نفسه وزير وزيره الهجره دي طبعا. ان الاصوات دي امانه في مسؤوليتها لانهم في حكم رعايه الدوله المصريه، فبالتالي هي بتمارس هذا الدور بشكل محترم. وزاره الخارجيه تمارس هذا الدور بالاضافه الى المكاتب الاخرى المعنيه بملف المصريين في الخارج. الهيئه الوطنيه للانتخابات سهلت الاجراءات كمان، قالت ان احنا لابد يعني مع الايام، بدل ما يكون يوم واحد يبقى يومين، يبقى ثلاثه، فبدل ما يبقاش عندك وقت يوم الجمعة تقدر يروح يوم السبت يوم الحد، لكن انت تؤدي دورك وتساهم. لان احنا لما نقول المصريين مع الدولة المصرية، انا مش بقى مش بنقول المصريين مع شخص فلاني ولا مع التوجه الفلاني، هم مع الدولة المصرية. فانت تبدأ تقول انا عندي 3 مليون مصري، عندي 5 مليون مصري صوتوا، عندي 700 ألف مواطن مصري صوتوا، وبالتالي هذه الكتلة الحقيقية. لان انت بكرة وبعد وقت لما بتدخل في البرلمان والتشريع وعايز تشريعات تخص المصريين في الخارج، ساعتها بتسأل نفسك طب انا فين المصريين في الخارج؟ المصريين في الخارج بيرصدوا او بيتم تدوينهم من هذه الاستحقاقات الانتخابيه. عشان كده الجاليات ليها دور مهم، وخاصه بعد 2013 حصلت حاجه محترمه جدا. زمان كنا نسمع اي حد يقول لك ايه انا رئيس الجاليه، انا مش عارف ايه، اي شخص وخلاص ماشي في اي حته ويقول لك اي تصور. لكن الدوله المصريه عملت عمليه الضبط بعد 2013، فاصبح مثلا في المانيا جاليه معروفه، في بريطانيا جاليه معروفه، معروف الشخص ومعروف الناس اللي موجودين عندها، وبيلتقوا وزيره الهجره بشكل دائم، سواء لو قابلوها فيزيكال يعني هنا في القاهره، او لو هي بتروح لزيارات، او كمان بتستعيد عن هذا الامر لو عملت اجتماعات ممكن يدخلوا زوم معاها. كمان وزاره الهجره عملت بعض المبادرات في الفتره الاخيره، ان ربطت المصريين ابناء المصريين في الخارج اللي هم الجيل الثاني والثالث بمصر، فبدات تجيبهم هنا زيارات، توديهم القوات المسلحه، تديهم دعوات للامن القومي، تعرفهم يعني ايه بلد، يعني ايه دوله، يعني ايه جيش، يعني ايه مؤسسات وطنيه. بالاضافه كمان يا استاذ عمليه مستمره للمبادرات الكتيره برضو. احنا عايزين نكون يعني بنتكلم مش كلام بس فاضي، لا ده احنا بنتكلم بحاجات حصلت في الفعل يمكن من 2014، وحصل نقلة نوعية كبيرة في كمية المبادرات اللي حصل عليها المصريين في الخارج. عدد كبير من المبادرات ما كانتش موجودة في عصر طويل من العصور اللي فاتت، لقيناها موجودة في فترة الأخيرة، وعدد كبير من المصريين في الخارج أشادوا بالمبادرات دي وطلبوا باستمرار المبادرات دي، فيمكن برضو كان ليهم نصيب من الجهود الفترة الأخيرة المصريين. أنا كمان شايف إن أخطر حاجة في اللي حضرتك بتقوله ده، إن الجيل الثاني والثالث من المصريين كانوش مرتبطين بالبلد، يعني كان هم مع حالهم زي ما بيقولوا، ان هم بيفكروا بالتفكير، سواء عايش في انجلترا بيفكر تفكير بدماغه، في امريكا بدماغه، كذا في بريطانيا بدماغه، في ايرلندا بدماغه، اي دوله كان بيفكر، ما كانش في عمليه الاتصال دي. بعد 2013 اكتشفنا لا، ده في مسؤوليه وطنيه هنا على الدوله المصريه،
لابد ان يكون هناك خطوط اتصال وتواصل مباشر، لابد ان تعقد اجتماعات دوريه وسنويه بشكل مباشر ما بين الوزير المختص وما بين الشباب دول كمان، وهم جايين في زيارات نعمل لهم مؤتمرات ونجيب لهم نجيب لهم بقى متخصصين يشرح لهم يعني ايه بلد ويعني ايه امن قومي. احنا هنا مش بنقول لهم خليكم برضو مع الدوله ولا مع النظام، احنا هنا بنقول خليكم كمواطن مصري يمتلك حقوق المواطن الامريكي اللي بيبقى عارف حقوقه وعارف ان جواز السفر ده يوفر له ايه ما يوفرلوش ايه. المواطن المصري في المقابل كذلك الدوله المصريه قالت، وعشان كده بعد 2013 ما فيش موقف حصل لمصر في اي حته في العالم الا ما كان في تواصل من الوزيره المختصه او من الجهات المعنيه بيبقوا موجودين معاه وبيبقوا حللوا الازمه او على قدر المستطاع بيقدروا يتدخلوا لدى الجهات المعنيه. فخلينا نرجع للاصل، فان انت بقى النهارده عشان تبقى مشارك في الانتخابات الرئاسيه وتدي صوتك هو جزء من اداره منظومه ان انت مواطن مصري، اداره منظومه ان انت مواطن مصري تشارك بقى برايك تقول رايك مع كذا ومع كذا ومع كذا لديك البرامج الانتخابيه اللي انت تقدر تختار لصالحها، بالاضافه ان انت كمان تقدر. الشباب دول عندهم ميزه اكتر صح ان هم ممكن شايفين حاجه مش افضل حاجه يبدأ هم يدوا مقترحات يدوها للمسؤول، فساعتها يتم تضمينه في البرنامج الانتخابي للرئيس المقبل. يعني اي الرئيس اللي جاي هيبقى عنده ملاحظات من المصريين في الخارج فهو بياخدها ويضمها لبرنامجه. طب هو عشان يعرف، عشان انت حضرتك تروح تدي ملاحظه في البرنامج الانتخابي او تديله فكره مش انت من باب اولى ان انت تفتح الطريق ان انت تشارك في الانتخابات الرئاسيه عشان يبقى عندك كسرت الحاجز النفسي في عمليه الاتصال ما بينك وبين الدوله. لما بتعدي هذا المأزق وتعدي الحاجز النفسي تبدا تلاقي نفسك دخلت في الفرق بتاع ان انت تبدا مقترحات ويبقى عندك اتصال. كمان لو في حد متميز من المصريين، احنا عملنا يعني عده نسخ من مصر تستطيع والمؤتمرات الاخرى وبدينا نستفيد من علمائنا في الخارج، والعلماء المصريين في العشر سنين اللي فاتوا دول اللي جم مصر ما كانش يعني مقدر ليهم. احنا طول الوقت كنا نسمع عن احمد زويل، الدكتور احمد زويل والدكتور مجدي يعقوب. بعد 2013 بقى بدانا نسمع عن هاني عازر وابراهيم النقراشي وكثير من العلماء اللي موجودين في كل حته في العالم. الدوله المصريه استفادت منهم، مش استفادت منهم بس وقالت لهم تعالوا مؤتمرات، لا قالت لهم تعالوا عندنا برامج نقدر ننفذها. يعني في المدارس اليابانيه جابوا عالم مصري موجود في اليابان، فكذلك في مشروعات الهندسه ومشروعات الانفاق والطرق. فده جزء من اداره منظومه المصريين في الخارج اللي النهارده هم في لحظه اصطفاف وطني اظن ان هم يعني معبرين عنها وهم هيكونوا راس المتقدمين في عمليه التصويت اللي بعد كده هتبدا فيها الداخل ايام باذن الله 10 11 12. احنا في ثلاث ايام فارقه في تاريخ المصريين، خاصه في ظل القضايا اللي بتحصل في كل العالم. قضيه غزه وقضيه اوكرانيا مش بعاد عن الانتخابات الرئاسيه على فكره، لان انت هنا لما بتؤيد القياده السياسيه او الشخص اللي انت هتنتخبه هو اللي هيكون له دور مؤثر في مواجهه موضوع التهجير والشغل على الارض ومواجهه الاوضاع الاقتصاديه. يا استاذ زكي، هي دي منظومه متكامله. العقل الجمعي المصري اللي تكون في العشر سنين اللي فاتوا يتوافق مع تاريخ حقيقي، مع وعي حقيقي. وقت من الاوقات قبل 2010 كان عندنا حاجه اسمها الوعي الزائف. يعني ايه الوعي الزائف؟ ان انت تتصور، ما عنديش معلومه كامله، تتصور ان انت عندك حاجات كثيره وتكتشف مع الوقت ان مفيش حاجه. لكن بعد 2013 في ظل المكاشفه من القياده السياسيه ومن الدوله المصريه قالت لا، لابد ان نشرك المصريين، وكمان ايه الاهم من ان احنا نشركهم، نضع سياقات سليمه منضبطه يقدروا يتواصلوا فيها معانا. يعني النهارده استاذ احمد اللي عايش في الولايات المتحده الامريكيه، عايش في موزمبيق، عايش في زيمبابوي، عايش في اي دوله، ازاي يقدر يصل للدوله المصريه؟ يبقى عنده اولا موقع سليم، عنده وسائل اتصال مباشره، عنده حضور لاجتماعات زوم، كمان بيحضر منتدى شباب العالم في المنتديات اللي بتتم والنسخ الموجوده، وباذن الله ينطلق في منتدى شباب العالم مبادره ليه في الاسبوع اللي جاي. فكل دي التصورات بناء منظومه المصريين في الخارج، واحد اللحظات المهمه جدا اللي شاركوا فيها في الاصطفاف الوطني هو مشاركتهم بتصويتهم في الانتخابات في اختيار اي من المرشحين الاربعه. اخيرا استاذ زكي، متوقع شكل الانتخابات القادمه اللي هتنطلق كمان ساعات المصريين في الخارج هيكون شكلها ايه؟ هيكون متوقع شكل المصريين في الخارج هيعملوا ايه في الانتخابات اللي جايه؟ يعني قبل حتى ما اشوف اي صوره او اي مشهد، احنا بنتقدم بالشكر طبعا والتقدير لكل مصري متفاعل مع بلده، متفاعل مع لحظه الاصطفاف الوطني دي اللي هينزل يشارك هو واسرته واصدقائه في الحي واصدقائه في الجروب واصدقائه في الجامعه. كل المصريين في الخارج، المصريين في الخارج مبهرين بطبيعتهم، لان هنا بقى مش تصور ولا تحليل، لا المعلومه بتقول كده، هم مبهرين لان هم بيبقوا متواجدين بحشد محترم، بتواجد محترم، بيتعبوا على فكره. يعني ما بين ولايه وولايه في الولايات المتحده الامريكيه ممكن يسافر بالست ساعات والسبع ساعات عشان يصل لولايه ثانيه يصوت فيها. هذا المجهود محترم لانه شخص متفاعل، شخص قفز على الحجز بتاع الوقت والجهد والقصه دي عشان يدلي بصوته. وامام لحظه الاصطفاف الوطني دي اظن ان المصريين في الخارج قادرين
على ان ينبهوا ان مصر قادره وان جمهوريه مصر العربيه بمواطنيها في الداخل والخارج قادرين على المشاركه. احنا امام لحظه اصطفاف وطني حقيقيه، المصريين في الخارج هم بالمقدمه، وباذن الله برضو المصريين في الداخل يوم 10 يواصلوا المسيره لاستكمال ما بدا من النهارده في نيوزيلندا الساعه 10 مساء ان شاء الله. اسمح لي في النهايه افكر الساده المشاهدين بس لمن لهم حق التصويت في الخارج، خلينا نقراها سوا يا استاذ زكي، ان ده اعمالا لحكم الماده 29 من رقم قانون رقم 22 سنه 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسيه على الناخب في الخارج التالي. اول حاجه التصويت عن طريق الحضور الشخصي لمقر السفاره والقنصليه المصريه اللي بيتواجد فيها الناخب في الايام المحدده للتصويت. اثبات شخصيه الناخب بيكون امام لجنه انتخاب خارج جمهوريه مصر العربيه. طب اثبات الشخصيه بيكون عباره عن ايه يا استاذ زكي؟ احنا هنا عندنا طريق بطاقه الرقم القومي اللي هي في مصر، او جواز السفر بيكون مثبت فيه الرقم القومي وفي الصلاحيه، يعني هو عنده مدى معين من السريان لابد ان يكون في جواز السفر ساري، ويقدر على فكره بره يجدده على طول حتى لو ما كانش هو ساري، يقدر يخلص القصه دي في الثلاث ايام قبل الثلاث ايام ويقدر يروح يكمل. كمان عنده لن يسمح بالمشاركه لمن لم يسبق له استخراج بطاقة القوم القومي لمن هم دول 18. الشرط ده شرط قانوني، لكن احنا يعني الناس اللي هم عليهم 18 شرط، لكن انا بقول ايه؟ انه ممكن تاخد برضه اسرتك الاقل من 18 تشركهم معاك، تخليهم متواجدين في هذه الصوره في الطابور في المسيره، يتصوروا يشيروا لان هم المره الجايه اللي هيروح ده يبقى مهم جدا. طيب اللي بيتجاوز السن القانونيه واسمه موجود ضمن قواعد بيانات الناخبين يمكنه التصويت في هذه الحاله. طيب هل الادلاء بالصوت في احدى اللجان خارج مصر وتصادف وجود نفس الشخص في مصر اثناء الانتخابات داخل مصر لا يجوز للناخب الادلاء بصوته اكثر من مره سواء في الداخل او في الخارج؟ طب امتى بتنتهي اعمال الفرز في اللجان؟ ديسمبر هتنتهي اعمال التصويت للمصريين في الخارج. احنا النهارده في لحظه صمت انتخابي، هتبدا الثلاث ايام بعد كده تبدا عمليه الفرز، تنتهي اعمال الفرز يوم 4 ديسمبر عشان ندخل بعد كده لحد يوم 9 تقريبا الصمت الانتخابي يبدا للمصريين في الداخل عشان 10 11 12 المصريين في الداخل، ويوم 18 ديسمبر تقريبا تعلن النتائج من لو المرشح فاز من الجوله الاولى، لو 18 ديسمبر لما نجحش تبدا جوله العاده بين من الاثنين وندخل بقى في دايره ارقام ثانيه بإذن الله. نشوف يعني المصريين في الخارج يؤكدوا للعالم أجمع التفافهم حول دولتهم وقيادتهم الحكيمة. الاصطفاف أمام السفارات ده شيء مهم، مقرات تصويت الاصطفاف حواليها ده شيء مهم، ممارسة الحق الدستوري في الإدلاء بالصوت الانتخابي ده شيء مهم، اختيار القائد اللي بيعبر عن مصر في النهاية والفترة القادمة وأعبر بيها لبر الأمان والأقدر في مواجهة التحديات الخارجية زي ما الأستاذ زكي اتكلم، وأيضا التحديات الداخلية والحفاظ على أمن مصر القومي ده الأهم. أنا بشكركم شكرا جزيلا، وهنستمر في متابعة العملية الانتخابية للمصريين في الخارج على مدار 3 أيام القادمة إن شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة، وإلى اللقاء.